إذا رحل الإنسان إلى الله بقلب سليم حتى ولو كان مقصر في بعض الطاعات يلقى ربا غفورا رحيما. إذا اضطرب سببه هو أن روح الإنسان تلقت ترجمانا لمشاعرها فاضطربت، لأن اللغة لم تكن تستطيع أن تعبر عن مشاعرها. تزكية النفس أشبه ما تكون بتطهير الأرض من كل ما لا يتفق مع زراعتها. كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، يخاطب الله عز وجل، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي. والله أنا أريد أن أطهر قلبي، فعلا أنا أعود إلى قلبي أشعر أنه يعاني من كثير من الأمراض والرعونات، وأنا أريد أن أطهر قلبي، كيف السبيل إلى ذلك؟